اللي معنا دي اسمها الفاصوليا اهي. في فاصوليا خضراء ودي فاصوليا بتاعتها البيضة، الاتنين ما فيش منهم اي مشكلة وكويسين جدا جدا، يبقى هي دي اسمها ايه؟ الفاصوليا. طب اساميها ايه في الدول العربية؟ الصراحة انا ما اعرفش، لو حد يعرف اسامي الفاصوليا ايه يكتب تحت. طب ايه بقى اهمية الفاصوليا المريض السكري؟ اول حاجة زي ما احنا لسه قايلين ان هي بتتمتع بمستوى جلاسيمي منخفض، بمعنى ان هي لما بتتاخد ما بترفعش السكر. ليه؟ لانها بتحتوي على الياف بطيئة الامتصاص، ماشي؟ بتساهم الفاصوليا البيضة بقى، يعني دي كويسة جدا جدا في الحد من نوبات الجوع وتغير المزاج، لان فيها لان مستويات الجلوكوز الدم تصبح متزنة. يعني لما تاخديها هتظبط السكر في الدم وهيبقى منتظم بشكل كويس والمدة طويلة، فده هيعكس عليك ايه؟ هيعكس انك لما الجوع اللي عندك ده، نوبات الجوع دي هتتظبط، والمزاج اللي عندك ما كانش مظبوط بسبب السكر هيتظبط، لان انت مظبطة السكر بالفاصوليا. تاني حاجة ايه برضو اهميته؟ من اشهر البقوليات واكثرها قيمة غذائية، لانها بتحتوي على قدر عالي من المركبات المضادة للاكسدة، وديت اللي بتحد من فرصة الإصابة بالأمراض وتساهم في تطهير الجسم من السموم. غنية بالبروتينات والألياف النباتية، بالإضافة لاحتوائها على مثبطات الإنزيم الألفا أمايليز. إيه ده بقى؟ الألفا أمايليز دوت لو أنت وقفتيه يبقى أنت ظبطت الدهون في الجسم، بمعنى مش وزنك مش هيزيد، الدهون هتتظبط، فهي الفاصوليا بتقلل الألفا أو بتثبط الألفا أمايليز. وفي انواع مختلفه من الفاصوليا، منها الحبوب البيضاء زي ما انتم شايفينها كده، وفي حبوب سوداء وحمراء. الافضل استخدام الحبوب ليس فقط لعلاج والوقايه من مريض السكري، لا ده بيستخدموه في مصدر اضافي للعناصر الغذائيه. يبقى الفاصوليا مش لمريض السكري بس، لا ده بيضيف له لمريض السكري عناصر غذائيه مهمه. اشارت دراسه حديثه اتعملت ان تناول كوب واحد من الفاصوليا او العدس يوميا بيساعد مريض السكري على السيطرة على مستوى السكر في الدم. يعني كوب واحد من ده بقى تاكليه ما فيش منه اي مشكلة، بيظبط السكر في الدم وبيقلل خطر الإصابة بنوبات القلب وغيرها، وخصوصا اللي مرتبطة بارتفاع الكوليسترول في الدم، لان احنا زي ما احنا قايلين بتظبط الكوليسترول. واكد الباحثون انه بمقارنة اعتماد النظام الغذائي غني بالحبوب الكاملة، فان الحصول على جرعة يومية من البقوليات بيخفض بشكل ملحوظ كل من الجلوكوز والكوليسترول. يعني لو اعتمدتي على البقوليات وخصوصا الفاصوليا هتقلل لك السكر وهتقلل لك الدهون وخصوصا الكوليسترول الضار. طيب ايه اهم فوائد بقى؟ احنا عرفنا اللي هي بتنظم السكر على المستوى البعيد ومهمة جدا لمرض السكر. ايه الفوائد الصحية للفاصوليا؟ اول حاجة بتساعد بشكل كبير في توازن مستوى الكوليسترول في الجسم، وبتمنع ارتفاع الكوليسترول لأنها بتحتوي على نسبة كبيرة جدا جدا من الألياف الغذائية القابلة للذوبان. مهمتها الألياف دي بتحد من امتصاص الكوليسترول الضار. بتساعد الفاصوليا البيضاء مرضى السكر في خفض مستويات السكر في الدم، بتحتوي على برضو نسبة قليلة من مؤشر الجلايسيمي، واللي بيساعد في دوره في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويعمل على تجنب الآثار الجانبية لمريض السكري. زي ايه؟ زي اصابه بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه، فهي بتحميكي منها. بتساعد الفاصوليا البيضاء في علاج الناس اللي عندهم ارتجاع مريء، وتساهم في اعتدال نسبه الحموضه في الجسم عموما، وخصوصا بقى مريض السكري عنده مشاكل في الجهاز الهضمي وعنده ارتجاع كتير وحموضه وغيره، لا اللي بتظبطها الفاصوليا اللي معانا دي يا جماعه. طيب في ايه تاني بتعمله مهمه؟ تعمل على تنشيط خلايا المخ، وبتحسن عملية الإدراك، وبتحسن الذاكرة لأنها بتحتوي على جميل بي جميل. واحد أو بي ون، فهي مهمة جدا جدا لصحة الدماغ وصحة الذاكرة. تعتبر من أهم الأغذية الغنية بالمغنيسيوم. المغنيسيوم مهم في صحة العضلات والأعصاب والخلايا، والمغنيسيوم مادة مهمة لصحة البنكرياس. المغنيسيوم لازم تدوري عليه تشوفيه فين وتاخديه، فالفاصوليا غنية بالمغنيسيوم من أفضل المواد الغذائية الغنية بالمغنيسيوم. طيب فيها إيه تاني؟ بتساهم مش بس الحاجات اللي إحنا قلناها، لأ الفاصوليا دي بتخش في تحسين حركة الأمعاء، وبتحسن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. مريض السكري
لازم يكون بيشتكي من حاجة في الجهاز الهضمي، فأنت عايزة حاجة تنظم له الجهاز الهضمي، يعتبر الفاصوليا من أحلى المواد اللي بتنظم. ليه؟ لأنها بتنشط البكتيريا النافعة، بتساعد الجسم على التخلص من السموم الزائدة، تمام؟ بتساعد في عملية نقل الأكسجين لجميع أجزاء الجسم. يعني في ناس مع الوقت بيبقى نسبة الأكسجين عندهم بتقل لأن الدم مش عارف ينقل الأكسجين، فدي بتظبطه. بتساوي نسبة البروتين في اللحوم والألبان، فإنها بتمد الجسم ببروتين عالي جدا جدا. طيب ليها فوائد تانية، طبعا بتزود الطاقة في الجسم وبتنظم مستوى البوتاسيوم والكالسيوم في الجسم، عشان كده بتحمي من الإصابة بنوبات الشقيقة الناس اللي عندهم صداع نصفي، بالإضافة إن هي فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم، فهي حلوة كوقاية وعلاج وتحميك من الصداع النصفي أو الشقيقة، وبالإضافة إن فيها كالسيوم فهي مهمة جدا جدا لصحة العظام. بتعالج الاحتقان وخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام، لأن لسه قايلين إن هي غنية بالكالسيوم، وخفض مشكلة تشنج العضلات. تشنج العضلات بيجي بنقص بسبب نقص الكالسيوم، فهي غنية بالكالسيوم فتشنج العضلات هيقل، والحصول على نوم أفضل، وبتعزز صحة القلب. بصوا يا جماعة، من أفضل وأحلى المواد اللي ممكن تاخديها في حياتك هي الفاصوليا، فالفاصوليا مهمة جدا 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 لمريض ايه السكري، مش بس ليه، لا ده هي بتحميه من حاجات تانية وقيمتها الغذائية عالية قوي قوي قوي. يبقى السحر والمكون السحري هي الفاصوليا البيضاء. هقول لكم بقى معلومتين اول مرة ممكن تسمعوها عن الفاصوليا البيضاء دي. ايه بقى؟ لقوا ان هي بتنشط ضربات القلب وبتهدي الاعصاب وبتنقي الدم وبتقوي الكبد والبنكرياس. دي ماشي، تعالوا بقى للأهم اللي هقول لكم عليهم اللي هتتفاجئوا بيها. لقوا في دراسة اتعملت إن هي بيستخرج منها مستحضر بيوقف نقص كرات الدم البيضاء، وقد ثبت معمليا يا جماعة إنها بتحتوي على نسبة عالية من حمض النيكوتين. النيكوتين ده الحمض ده مهم في ايه؟ في بيساعد في تجديد خلايا الدم الحمراء، عشان كده اللي بتحتوي الفاصوليا على مادة بيسموها البنتونين، والمادة دي مفيدة جدا جدا ان هي بتخلص الجسم وبتنقيه من السموم وتأثير الأدوية. يعني انت لو بتاخدي أدوية كتير وخايفة الأدوية تأثر عليكي، فالفاصوليا هتبقى كويسة لأن فيها مادة البنتونين. دي دراسة اتعملت حاجة كويسة جدا جدا. وفي حاجة بقى بالنسبة لمريض السكري، لقوا في الدراسة إن الفاصوليا بتقلل كمية السكر اللي موجود في البول، وبتنظف الكلى من الرمل، لو عندك رمل، عندك حصى أو غيره بتنظفه، ومهمة جدا جدا لأصحاب الضغط المرتفع وأمراض الدم. برضو بتساهم في حد من نوبات إيه زي ما احنا قلنا، إيه، بتقلل خطر الإصابة بالقلب. الفاصوليا بتساعد في حماية أو الوقاية من السمنة لو تخين أو وزنك زايد وغيره. بتنظم في إزاي بقى؟ لأنها بتنظم مستويات الدهون في الجسم، وده بيقلل نسبة السمنة. تاني حاجة برضو بالنسبة للسمنة، بتحد من امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء، بالتالي عن طريق تظبيط الانزيم اللي بيكسر النشا للسكر. المفروض النشا بعد ما تاكله بيتحول لسكر، صح؟ دي بقى بتوقف الانزيم اللي بيكسر النشا للسكر، فحلوه ان هي مش هتزود لك وزنك ومش هتعمل زياده في السكر في الدم. بتحتوي على قدر كبير برضه من مضادات الاكسده. يعني من الاخر الفاصوليا لازم تاخدوها. تاخدوها ازاي بقى؟ خدوها مطبوخه عادي زي ما انتوا بتاخدوها، انا حسب الدوله اللي انت، يعني انت في الدوله بتستخدموها ازاي، احنا بنستخدمها مع الاكل عادي ما فيش منه مشكله. انا جايه هنا اقول لك ايه اهميتها وليها فوائد، وما تنساهاش لانها مهمه جدا جدا لمريض السكري. فريت بقى لو استفدتوا ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك للقناه وتشيروا الفيديو ده عشان كل الناس تستفيد بيه، وشكرا جدا جدا على دعمكم لينا وعلى المعلومات دي.